أهلا بكم في قناة أنس أوفيسال الإخبارية. كشفت الفنانة التونسية يسرى محنوش خريجة برنامج دافويس خلال حوار لها مع قناة أغاني عن رأيها بخصوص قضية صديقها الفنان المغربي سعد لمجرد المتهم بمحاولة اغتصاب فتاة فرنسية. وقالت محنوش في هذا التصريح: سعد حلمت به وقلبي وجعني عليه، فهو صديق مقرب. مؤكدة في الوقت ذاته أنها لم ترى من لمجرد إلا الخير والتربية وكل الأخلاق. سعد أنا كتبت عليه آخر مرة لأنه أنا رقدت حلمت به، كي حلمت به قمت قلبي وجعني، قلت لها تقوى أنا باش نكتب، قلت لي كتب أنت ليش ما تكتب يعني، قلت لها أنا ما نحبش ندخل نفسي برشا. يعني سعد صديق ومقرب جدا، وآخر مرة شفته في تونس وضحكنا ورجعنا ذكرياتنا، وبالرغم ممكن مانيش نتقابلوا دائما، ولكن عنا قعدت عنا مودة ورحمة وصداقة كبيرة بيناتنا صراحة يعني. فأنا حكيت ضميري، أنا ما نعرفش شو صار، بس أنا اللي نعرفه ومتأكدة منه إنه الإنسان ذاك على قد ما عشت معاه وشفته ممكن فترة مش طويلة، ضيقة ومتباعدة لفترات، لكن ما شفت منه كان كل خير وكل تربية وكل أخلاق وكل بشاشة وصداقة فقلت حكيت ضميري فقط. ونزلوا الناس يحكي وناس يقولوا أنت ما تعرفي وليش تقولي وناس ما، قلت شفت يا تقوى، قلت لها يعني أنا حكيت بس أنا مش نادمة لأنه أنا حكيت ضميري. في النهاية فما أشياء تخفاني أنا ما نعرفهاش، هذه عند الله سبحانه وتعالى، وأكيد ربي يشوف وما يخلي حد مظلوم بإذن الله. من حبيبي أنا رد علي وقولي، من حبيبي أنا رد علي وقولي، من حبيبي أنا رد علي وقولي. أنت اللي بحبه أنا، أنت اللي بحبه أنا، أنت اللي بحبه أنا، أنت اللي بحبه أنا. للمزيد من الأخبار تابعونا على قناة أنس أوفيس يوتيوب فيسبوك وتويتر.